صباح الخير يا جماعة، أنا بكلمكم من فندق شهير جدا في الجيزة. طبعا هو فندق ميريديان الهرم، ده من أجمل الفنادق اللي موجودة في محافظة الجيزة، وبيمتاز بقربه من الكثير طبعا من المناطق الأثرية، بيأتي على رأسها الهرم، يعني حوالي كيلو ما بينه وما بين الهرم وما بينه وما بين أبو الهول، وبرضه هتزداد أهميته السياحية لما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير إن شاء الله. هو طبعا فندق عظيم جدا، الريسبشن زي ما انتم شايفين، يعني في بار، اكتر من بار، في يعني بارتيشنز كتيره للكلاينتس ان هم يعني ينتظروا فيها ميعاد الرحلات، ويعني يكونوا مرتاحين في الريسبشن، وفي خدمات كتير، في سبا، في نادي صحي طبعا، في بنك، في اي تي ام، السويمنج بول برضو كويس جدا، في وزارات، وهو برضو في يعني غرف وسويتات، وطبعا الإطلالة بتاعته على الهرم، يعني الفيو بتاعه أكتر من ممتاز ورائع جدا. المطعم بتاعه جميل جدا، من أهم الأطباق اللي بيقدمها برضو الطبق المكسيكي، مشهور قوي في الفندق هنا، وحتى الديكوريشن بتاعته جميلة، الكاندلز، النجف بتاعه يعني كويس قوي وحلو. طبعا الاستاف اكتر من رائع، يعني تعاملي معاه يعني الاستاف حقيقي اكتر من رائع. برضو البازارات اللي فيه جميلة جدا، في يعني كده ميني شوبينج اريا في الريسبشن، وطبعا الفنادق كلها الكبيرة بيكون فيها حاجة زي كده، بازارات للي بيحب يشتري هدايا وعاديات. هاي فندق اي تي ام ماشين اللي عايز يعمل تشينج او فلوس، برضو ديكوريشن فرعوني جميل. البارتيشن ده بيكون معدل الحفلات اللي بيعملوها، يعني الاحتفالات اللي بتتعمل طبعا في فترة الليل، بيكون في باند شرقي يعني غربي، أغاني غربية جميلة. ده برضه بار موجود في الريسبشن في اللوبي، وده المكان يعني بيبقى كده، يعني من المعدات اللي فيه الواضح ان هو بيتعمل فيه يعني حفلات او كده. وده طبعا السويمنج بول بتاعه، الاطلاله بتاعته حلوه قوي، وطبعا الجو اكتر من رائع، بيبقى يعني مناسب جدا ان السائح يمارس سويمنج وكل الاكتيفيتيز اللي ممكن بيعملها على السويمنج بول في الفتره دي. الديكوريشن برضو بتاع البارتيشن ده من الريسبشن جميل قوي، وبيمتاز ان هو جنب البار على طول، على يعني اعتبار ان السائح لو قاعد فيه لو عايز يطلب اي حاجه بيبقى فيه سهوله ان هو البار جنبيه، فبالتالي بيطلب اي حاجه. شكرا.